بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. بداية الحلقة النهاردة أنا حابب أولا أن أنا أشكر إدارة قناة النادي الأهلي، وحابب أن أنا أشكر شركة استادات الوطنية بقيادة رئيس مجلس الإدارة المهندس سيف الوزيري. الحقيقة المهندس سيف الوزيري له دور كبير جدا جدا خلال الفترة السابقة في نقل كل الأحداث اللي حضراتكم بتشوفوها على شاشة قناة النادي الأهلي. الحقيقة دايما التعليمات اللي بتيجي لإدارة القناة إن احنا نشوف جمهور النادي الأهلي عايز إيه ونعمله، والحقيقة إن احنا خلال الفترة السابقة على قد ما بنقدر زي ما قلت لحضراتكم بنحاول إن احنا نجيب كل الأحداث الرياضية وتكون الخاصة بالنادي الأهلي طبعا، أو بيكون طرف ليها النادي الأهلي فيها النادي الأهلي، وبنحاول نحطها على شاشة قناة النادي الأهلي. النهاردة تهنئة كبيرة جدا جايالي، أنا ما جبتش معايا التليفون، فتهنئة كبيرة جدا جايالي من كثير من جمهور النادي الأهلي بيشكروني وبيشكروا إدارة القناة على النقل اللي ماشي أو النقل اللي بيحصل من خلال أو على شاشة قناة النادي الأهلي. فأنا الحقيقة عايز أقول بس حاجة في هذا الأمر، أولا اي حاجه احنا بنعملها بنعملها عشان خاطر جمهور، او اداره القناه بتعملها بتعملها عشان خاطر جمهور النادي الاهلي بعيدا عن اي حاجه. ده شغل كل واحد فيهم وفينا ان احنا نشتغل عشان خاطر نسعد جمهور النادي الاهلي وليس لاي شيء اخر. خلي بال حضراتكم احنا عندنا سياسه، هي سياسه النادي الاهلي بنمشي عليها، وسياسه النادي الاهلي هي اسعاد جمهوره، اسعاد جمهوره بالطريقه اللي بتتناسب مع جمهور النادي الاهلي. فيعني النهارده الحمد لله ناقلين لحضراتكم السله رجال والسله سيدات على شاشة قناتكم قناة النادي الأهلي، وأيضا بننقل أو نقلنا لحضراتكم السيدات في كأس الكؤوس الإفريقية اللي موجودة على شاشة أو على صالة النادي الأهلي في الجزيرة. فبالتالي كل حاجة الحقيقة بنحاول نقدر أو بنقدر نعملها بنحاول نقدر نعملها، ولكن بيجي من ورا ده ان هناك دائما دفعه كبيره جدا من مجلس اداره النادي الاهلي الحقيقه اللي بيوافق لنا على كل هذه الامور وبيقف معانا في كل هذه الامور علشان نقدر حضراتكم تشوفوا اللي بتشوفوه من خلال شاشتكم شاشه قناه النادي الاهلي. تعب كل الناس والناس كلها واقفه علشان خاطر كل ما اجي اتكلم مع حد انت تعبان انت يقول لي جمهور النادي الاهلي. اهم حاجه جمهور النادي الاهلي يبقى سعيد ويبقى مبسوط، وعشان كده ده شغلنا أو ده شغل إدارة القناة، وإدارة القناة بتحاول أو بتسعى دائما من خلال وجودنا تحت مظلة شركة محترمة اللي هي شركة استادات الوطنية. الحقيقة رئيس مجلس إدارتها المهندس سيف الوزيري اللي زي ما قلت لحضراتكم في بداية كلامي لما باجي أتكلم لما بنيجي نتكلم معاه يقول لك جمهور النادي الأهلي وإدارة النادي الأهلي وإحنا في ظهركم على طول. فأنا اللي بشكركم جدا على هذه المتابعة الكبيرة اللي حضراتكم بتعملوها على شاشتكم شاشة قناة النادي الأهلي، وسوف نسعى خلال الفترة القادمة لأن نكون أو نسعى أن احنا نعمل لحضراتكم دائما الأفضل والأفضل والأفضل خلال الفترة اللي جاية، لأن كل اللي يهمنا هو شيء واحد فقط، رضا جمهور أو رضا وسعادة جمهور النادي الأهلي.